أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله، اللهم إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهلنا أنت أن تحمد، وأهلنا أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض يا رب العالمين. اللهم يا رب تقبل منا الصلاة والصيام، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام، واحشرنا يا مولانا في زمرة المصطفى الحبيب خير الأنام. اللهم تجاوز عنا ما كان في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، من السهو واللغو وما إلى ذلك يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل قرباتنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إن رمضان قد ولى وأدبر، فاللهم اجعلنا فيه من العتقاء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من العتقاء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من العتقاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب يسر أمورنا، اللهم يا رب اغفر ذنوبنا، اللهم أقل عترتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اهد أبناءنا وأزواجنا يا رب العالمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك تعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم حاجاتنا فقضها، وتعلم يا مولانا أعداءنا، فاللهم قنا شرهم، اللهم قنا شرهم، اللهم قنا شرهم. اللهم أخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين، غير ضالين ولا ضارين ولا مضلين، برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي يا ربي ارحمنا وارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم انزل السماء عليهم مدرارا، واسكنهم في جنات وانهارا، مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اللهم يا ربي إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ربي يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا قد رفعنا أيدينا فلا تردها صفرا، ووقفنا ببابك فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، ولا عن فضلك وجودك وكرمك من المحرومين يا رب العالمين. اللهم ملك البلاد، اللهم أيده بتأييدك، اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم احفظ ملكنا واحفظ مملكتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا الوطن سوءا فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. ومن أراد بهذا الوطن خيرا يا رب يا رب، فاللهم بارك له في عمله وفي خطواته، أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا، اللهم ربنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسى، اقرأ ورتل ورقة كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم يا ربي اجعله صاحبا لنا، واجعله أنيسنا في وحدتنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم
ارحم من ودعونا وفارقونا وباتوا وحدهم في تحت التراب يا رب العالمين. اللهم أنس وحدتهم، اللهم أنس ظلمتهم، اللهم نور قبرهم، واجعل يا ربي قبرهم مزارا لملائكة الرحمن يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربي صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم يا ربي صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم يا ربي صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.